واللي بيلمس شعره وشعرات ابني الدم بده يصير للركاب. ايه تعال هون. لمين هذا الحكي ابو النار؟ ضب سلاحك يا شكري. لك لسه يا اسمك بتطلطلي مثل عم بتصير كي؟ انا مع ابو النار، واللي بصير عليه وعلى ابنه بصير علي. بتطلع انت وياه من الحاره. خلصنا بقى، خلصنا. هاي الحاره فيها كبير، وانا اللي بقرر ايش كان ابو النار بده يباب الحاره ولا بده يطلع منها. اهل الصالحيه بحياتهم ما غدروا بضيوفه، وهلا مستحيل نغدر بضيوفنا. كل واحد يوقف عند حده بقى. ابو النار، ابنك ليه يا سود وشك؟ نحن ما ظنيناه هيك بنوب. ابني ما غلط وتصرف بشرف، ولو كان غلط كنت حاسبته وكسرت له راسه. ما راح اسكت يا ابو النار، وها رعاية ابنك بيدي هدول. اللهم لا اسالك رد القضاء. ابو مصطفى، قلنا لك لفلنا هالسيري بقى. ابو النار عندي وانا مسؤول عنده. خلص بقى، شو هذا اللي عم يصير؟ العمى. يلا بلا التجمعات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. اهلين اهلين ابو سرور، يا اهلا وسهلا. ابو سرور صاحبك ابو النار مو مصلي على النبي، بده يساوي بلبله بالحاره. الله يصلحه، هو الثاني ضب ابنه. لك هي شغله شرف مو لعبه. بعدين مو معقول ابو مصطفى ينحط بهيك موقف. ابو مصطفى ما راح يسكت، وانا معه شو ما بده يساوي. ولولا كبارية الحارة ابو النار وابنه ما بيطلعوا غير على المقبرة. شنو نحن ما تعودنا حدا يدسنا على طرف، وخصوصي اذا القصة متعلقة بشرفنا. حق معك يا ابني، حق معك. الشغلة مو سهلة، وانا كمان راح احكي مع ابو النار، بركي بيطلع من الحارة بدون كلام. ويا دار ما دخلك شر. الحارة فايرة وما عم تهدى بنوب. الله يحمي لك الشكري، بينته شهم وقبطاي، وانا بيعجبني الشاب يلي مثله. تسلم يا ابو سرور، تسلم. وانت كمان زلمه معدل وابن قصور، واللي ما بيعرفك بيجهلك. تسلم يا ابني، تسلم. اهلين اهلين ابو سرور. شكري قل لي يا ابني. كاس الشاي لعمك ابو سرور. ايه بشوال. تفضل تفضل. يلا بسطيه.